الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تعيشوا وتصلوا، تعيشوا وترنموا، ربنا يقبل صلواتنا. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عشية أول يوم، بكرة إن شاء الله يكون أول يوم في صيام أمنا العذراء، والأيام المباركة الجميلة دي ربنا يعود عليكم الأيام بخير ويستجيب لكل صلواتنا بشفاعتها وطلبتها المرفوعة عنا أمام إلهنا. النهاردة هنبتدي في الرؤية رقم كام؟ أكيد أنتوا شعب تاني، أنا رحت لولاية تانية شور. أربعة، الرؤية أربعة. إحنا خدنا الكنيسة على الأرض وخدنا الأختام السبعة والأبواق السبعة. الرؤية ديت أبتدي أدخل فيها في الأعماق أكتر، زي ما قلت لكم كل فترة بيعمل زوم أكبر على منطقة الضيقة العظيمة الفترة الأخيرة دي. فهنشوف النهاردة بالديتيلز شوية تفاصيل النهاردة، ويمكن مرة أو مرتين تاني، يعني حسب ما هنقدر نخلص أو حسب ما هتترعبوا. يعني لو ترعبتوا جامد هنهي يعني نخليها ثلاث مرات، لو هيبقى البكو شديد ندخل نخلصها في مرتين. الرؤية اسمها الرابعة، اسمها المرأة والتنين والوحشين. فهنتكلم على امرأة، وهنتكلم على تنين، وهنتكلم على وحشين. ايه ده؟ زي ما قلت لكم سفر الرؤية سفر رمزي، كل الرؤى اللي فيه دخلت ليها رمز الأحداث هتحصل، وربنا سمح ان يوريها له بالطريقة ديت عشان السفر لما يقع في ايد اي حد في الوقت دوت ما يتقطعش وما يعتبرش حاجة للمؤمنين، بتقول لهم الملوك هيجوا ايه وهيعملوا ايه. والحاجة التانية بتكون لينا فترة استعداد ونقرأ الكلام بروح النبو. النهاردة رؤية المرأة والتنين والوحشين، اصحاح 12 و13 و14. يعني الرؤية دي واخدة ثلاث اصحاحات. هنشوف اصحاح 12 في ايه. اصحاح 12 بيحكي على المرأة وعلى التنين، واصحاح 13 بيحكي على الوحشين، واصحاح 14 بيحكي على الخروف واتباعه. خروف واتباعه دي الرؤية في السماء بقى الجميلة، الى الكاميرا هتنقل على السماء تورينا شوية عشان تهدي علينا الاحداث وايقاع الاحداث. اصحاح 12 المرأة وولدها، وحبينا نحط تعبير تاني اسمه والكنيسة ومسيحها. الكنيسة ومسيحها ليه؟ لان المرأة لها ولد، فالمرأة هترمز الى العذراء من الناحية الحرفية، وترمز الى الكنيسة من الناحية الرمزية. لكن الولد بتاعها في حاجتين هيرمز للمسيح، سواء حرفيا او سواء كراعي للكنيسة وك رئيس للكنيسة وكرأس للكنيسة. أول إصحاح 12 بيحكي على ثلاث مشاهد، مشهد واحد للمرأة والتنين، وبعدين هيدخل يعمل حاجة اعتراضية كده، هيشرح حاجة غريبة، قصة حصلت من زمان قوي، هي قصة سقوط الشيطان، الشيطان إزاي سقط من السماء. وبعدين هيرجع يكمل قصة إيه؟ المرأة والتنين في مشهد اتنين. يعني كأن القصة صح 12 في المرأة والتنين مشهدين، مشهد هيبتدي فيه في الأول، وبعدين هياخد فترة كده يقول فيها الشيطان ده سقط إزاي، وبعد كده الجزء الثالث أو المشهد الجزء الثالث اللي هو المشهد الثاني بقى بتاع المرأة والتنين. المشهد الأول رؤية 12 من 1 إلى 6 يقول إيه بقى؟ وظهرت آية عظيمة في السماء. يعني هو شافها في السماء، لما يقول شافها من السماء يعني حاجة من عند ربنا، أما يقول خرج من الأرض أو خرج من البحر يبقى دي حاجة فين؟ في العالم. فإحنا دايما واخدين بالنا السماء فيها الشمس، دايما الشمس رمز للمسيح. أنا بديكم التشبيهات اللي في سفر الرؤية، الشمس دايما بترمز للمسيح، والقمر للكنيسة، والنجوم والكواكب لقيادات الكنيسة، مش كده؟ قيادات الكنيسة. طيب الأرض على الأرض بقى، البحر يرمز إلى العالم، والنهر يرمز إلى الكنيسة، المية اللي بتتشرب النظيفة اللي جوه الكنيسة. يقول هنا وظهرت آية عظيمة، يعني دي رؤية تانية جديدة في السماء. شاف إيه بقى؟ امرأة متسربلة بالشمس. يعني إيه متسربلة بالشمس؟ يعني الشمس بدل ما شافها مدورة، شاف الشمس لبس
والعذراء لابساه كله، أو المرأة دي لابسة الشمس دي كلها عليه. فظهرت امرأة متسربلة بالشمس. أول لما شفنا الشمس يبقى المسيح. طب المرأة دي متسربلة بالشمس يعني واخدة الشمس على كتفها كده ونازل، يبقى أكيد هي شايلة المسيح، مش كده؟ هنشوفها دلوقتي. والقمر، القمر تحت رجليها. يعني إيه القمر تحت رجليها؟ القمر، القمر ده يشير، ممكن يشير إلى الكنيسة أنها أتت من هذا الشمس، أو ممكن القمر ده يشير إلى الحياة على الأرض اللي هي تعتبر الكنيسة على الأرض مش الكنيسة في السماء. فالقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكب. 12 على طول، أول لما يجي لك 12 بفتكر إيه؟ حاجتين، يلا 12 سبط في العهد القديم، يلا 12 تلميذ في العهد الجديد. لما يقول لك 12 كوكب حول رأسها يعني إيه؟ يعني ملمومين حواليها. يبقى واحدة امرأة، هتقول لي طب مين قال لك إنها العذراء؟ تعالوا لسه هنكمل. متسربلة بالإيه؟ بالشمس، والقمر تحت رجليها. القمر ده الكنيسة اللي هتيجي من المسيح لسه. وفي 12 كوكب حوالين راسها محيطين بيها. دول مين؟ قالوا دول ال 12 تلميذ أحاطوا بها بعد صعود المسيح. التلاميذ كلهم كانوا فين؟ مع العذراء. عشان كده في الأيقونات اللي رسمناها اللي يطلع فيكم، أو عايز يعني بعد ما نخلص أوريك أيقونة نياحة العذراء مريم، جايب لك ال 12 تلميذ محوطين العذراء مريم وقت نياحتها، وقت ما هتنيحت. فكانوا التلاميذ كلهم حوالين العذراء مريم وياخدوا بركتها بعد صعود المسيح. يبقى آية امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها و12 إكليل من 12 كوكب مالهم بقى محيطة به، وهي حبلة يعني حامل تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد، يعني في حالة ولادة. المرأة دي بتصرخ، دي يبقى منظرها بقى مش قاعدة فرحتها، لا ده متألمة وبتصرخ عشان ايه؟ عشان ايه؟ هتولد. حبلة تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء. يبقى شاف المرأة دي، شاف آية تانية، هو ذا تنين عظيم. ادي التنين اهو، شاف تنين عظيم. عظيم يعني الاذى بتاعه والشر بتاعه كبير جامد قوي، احمر. احمر يعني ايه؟ من كتر سفك الدم وشرب الدم بقى لونه احمر. فاكرين برضو الفرس اللي كان احمر بتاع العصر الاستشهاد ده؟ بقى هنا تنين عظيم احمر من كتر قتل الناس وسفك دمائهم. له سبعة رؤوس. التنين ده اللي هو الشيطان ده ليه سبع رؤوس. يعني ايه سبع رؤوس؟ سبعة رمز للكمال وستة رمز للنقص، هتشوفوها مع التنين بعد كده. رمز الكمال يعني عدده مكتمل، يعني الشر بتاعه كبير. وليه ست سبع رؤوس؟ يعني دايما يفكر بايه؟ الشر، وخططه كبيرة ومكايده كبيرة قوي. عشان كده رب المجد سماه رئيس هذا العالم. على فكرة هيجي بعد شوية في الفاصل ما بين المشهد بتاع المرأة والتنين والمشهد بتاع المرأة والتنين، الفاصل اللي هيجي في النص هيوريك التنين ده شكله ايه اصلا، كان هو عبارة عن ايه. عشان كده هيشرح قصة الشيطان لما سقط، عشان يوحنا لما يستغرب واحنا نستغرب التنين ده ايه، ده بقى حاجة عظيمة قوي، يقولك لا ده كان ملاك وسقط. لكن السبع رؤوس دي ترمز الى تفكيره الدائم فين؟ في الشر وفي الأذية. وعليه عشرة قرون. عشر قرون، يلاقوا ان لما تدرسوا تاريخ الكنيسة حلقات اضطهاد الكنيسة اللي بتبتدي من نيرون وتنتهي عند مين؟ فاكرين مين اخر واحد بقى اللي سمح بانتشار المسيحية وكده؟ كان مين؟ فاكرينه اخر واحد كان مين؟ قسطنطين، برافو عليكم. فالعشر فترات ديت هي عشرة قرون، يعني ليه عشر قرون، كل قرن يمثل امبراطور اضطهد الكنيسة.
الله، يبقى الشر بتاع الشيطان والجبروت بتاع الأباطرة دول واخدينه منين؟ من الايه؟ الشيطان. وعشرة، عشرة رمز الايه؟ للكمال برضو. رقم عشرة ده رقم ايه؟ رقم كمال. فكسرة الايه؟ الناس الملوك وقوتهم وجبروتهم. يبقى تاني شاف ايه بقى؟ امرأة، طيب مالها؟ متسربلة بالشمس. يبقى دي امرأة. واحد، اتنين متسربلة بالشمس، تلاتة لا قبل حبلة تحت رجليها القمر، اربعة حوالين رأسها 12 كوكب. على فكرة دي بنقولها في التسبيحة بتاعت يوم الخميس، بنقول العذراء مريم ظهرت كده. طيب وبعدين حبلة ومتوجعة متألمة وبتصرخ هتولد. وبعدين لقت النين، يعني اول ما شاف يوحنا الست دي يقول بقى يا جماعه مين ينقذها؟ دي بتتالم عشان تولد، شوفوا حد ينقذها. فبدل ما ينقذها لقى بقى تنين قدامها مستنيها. التنين دوت عظيم، احمر من كتر الدم، له سبعه رؤوس رمز للشر وتدبير الشر الاكتمل بتاعه، عشر قرون رمز للعشر فترات اضطهادات اللي عدت على الكنيسه اباطره رومان، وعلى رؤوسه سبع تيجان. يعني ايه سبع تيجان على رؤوسه؟ ها يعني ايه؟ ليه بقى التاج دوت؟ التاج ده مهم في ايه بقى؟ في الاشاره للسلطه، ليه السلطان. يعني الاضطهاد دوت والشر ده ليه سلطان. الشيطان بيقود الناس بالشر، بيحط فيهم السم بتاعه. تلاقي يحط السم في واحد عشان يأذيك، هو عارف ان هو ينفع يتحط فيه السم وهو من اتباعه، يستخدمه انه يأذيك، ويستخدم ده انه يعمل معاك كده، ويستخدم ده انه يعمل معاك كده. لكن ربنا طبعا حميك. فالشيطان طب هو ليه استخدم ده؟ لان ده اختار بمزاجه ان يكون اداه في ايد الشيطان. فانا وانت ممكن نكون قلم جميل المسيح بيرسم بيه لوحة حلوة قوي، وممكن نكون سلاح الشيطان بيستخدمه عشان يأذي بيه الناس. فكل ما انت تبقى ما في ايد المسيح ما تقعش في ايد الشيطان، لكن كل ما نبعد عن ايد المسيح قوة الشيطان بتستخدمك. عشان كده الشيطان ليه أتباعه على الأرض، أتباعه هم الناس الأشرار بيستخدمهم. طب نكمل بقى. وزنبه، زنبه يعني ايه؟ ديله، ديل التنين ده يجر تلت نجوم السماء. قالوا نجوم السماء دي الملائكة، والديل بتاعه بيجرهم ويرميهم في الأرض، يعني أسقط ملائكة من السماء للأرض. يبقى عدد الملائكة اللي سقطت مع الشيطان تقريبا تلت عدد الملائكة، وده عدد مش قليل. فذنبه يجر تلت نجوم السماء، يعني أسقطهم معاه وطرحها في الأرض، لأن هو إيه؟ اطرد من السماء وراح على الأرض. وذنبه يجر تلت نجوم الإيه؟ السماء. وبعدين والتنين وقف أمام المرأة العتيدة، العتيدة أن تعمل إيه؟ أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولد. يعني ده مستني يعمل إيه؟ يبلع ابنها ويقتله أول لما تولده. الله يبقى هي ناوية تولد إيه؟ طب هو التنين عارف إنها تولد ولد ولا بنت؟ لا هتولد ولد، لانه عارف كده كويس ومستني يبتلع ولدها متى ولدت. يعني قاعد ايه؟ يستنى، مش كده؟ فاكرين قصة ميلاد المسيح؟ فاكرين هيرودس والمجوس؟ فاكرين القصة كلها؟ مستني، عايز يقتل ويبتلع ولدها متى ولدت. فولدت ابنا ذكرا. الله ده شاف الولادة، شاف ابن ذكر بيتولد منها، عتيد أن يرعى جميع الأمم، يعني هيملك على العالم كله بعصا من حديد، لأنه ملك الملوك ورب الأرباب. كان زمان تعبير يرعى بعصا من حديد معناها أنه سيد قوي جدا، فيرعى بعصا من حديد. واختطف ولدها إلى الله وإلى عرش. خدوا الولد ده، اختطف يعني إيه؟ حصل إن حاجة خطفت الولد ده وخدته إلى الله وإلى عرشه، يعني ربنا حماه من الأذى بتاع الشيطان. اختطف، فاكرين في قصة ميلاد المسيح؟ ها؟ اختطف حصل إمتى؟
لما الملاك جه قال لي يوسف خد الصبي وامه واهرب، اهرب لارض مصر اختطف. يعني ربنا دبر اللي ياخد الولد دوت هو وامه ويهربهم منين؟ من التنين. واختطف الى الله والى عرش. والمرأة هربت الى البرية، البرية دي مصر بالحرف، راحت لمصر حيث لها موضع معد من الله. يعني ربنا مدبر انها تروح مصر. ليه بقى كان لازم المسيح يهرب لمصر؟ نمرة واحد، لان مصر دي كانت بلد الشر العظيمة جدا في العالم، كانت اكبر بلد لعبادة الاوثان، فلازم المسيح يروح لمقر الشيطان بنفسه يهدمه في ارضه. ومصر كان ناوي المسيح يؤسس فيها مذبحه، فذهب الى ارض مصر، وده المكان الوحيد اللي خرج منه المسيح بره فلسطين طول الفتره اللي كان فيها بالجسد وسطينا. ما راحش اي بلد تانية خالص، ما راحش اوروبا، ما راحش اسيا، ما راحش حاجه، ما راحش غير مصر بس ورجع تاني. والمراه هربت للبريه حيث لها موضع معد من الله لكي يعولها هناك. يعني ربنا رتب يعول المرأة وابنها هناك 1260 يوم. 1260 يوم اللي هما تقريبا 3.5 سنين، اللي هي نفس المدة اللي قضاها المسيح في أرض مصر في الرحلة ذاهب وراجع وأعاد هناك في أرض مصر. يبقى حرفيا القصة المشهد الأول بيتكلم على إيه؟ على ميلاد المسيح وعلى العذراء مريم اللي ولدت المسيح، وإيه؟ وربنا خدوا وبعتوا هربوا إلى أرض مصر. دي الجزء الإيه؟ الأولاني. يبقى الجزء الأولاني بيحكي بداية الخدمة وبداية التجسد والكرز. في النص بقى لما تسأل هو مين التنين الفظيع ده وعايز يبلع الولد ليه ده، هتلاقي في المشهد الفقرة الاعتراضية حدث سماوي قديم، حصل حاجة حصلت. هو الشيطان سقط إمتى؟ او قبل ما اقول امتى، هو نلاقي فين في الكتاب المقدس قصة سقوط الشيطان؟ يعني نيجي نقرأ كده يقول لك وسقط الشيطان، لا وانت تقرأ مش هتلاقي العبارة دي موجودة، هتلاقيها مكتوبة بصورة رساء لملك سور. بس لما تقرأ هتكتشف ان ده مش ملك سور، ده بيتكلم على حاجة عالية قوي. يقول له كنت قاعد فوق كواكب الله وحبيت تحط وترفع كرسيك. هتبص تلاقي الكلام بيتكلم بصورة رمزية. ليه؟ لان الكتاب ده مش مكتوب لينا عشان نعرف الشياطين بتعمل ايه وتفاصيلها. كل ما نعرفه على الشياطين هو جزء ايه؟ جزء صغير خاص بينا بس. اللي نعرفه الكتاب المقدس اتكتب لنا عشان نعرف خلاصنا احنا، مش عشان تعرف شغل الشياطين. عشان كده ربنا حذر في العهد القديم ومستمر هذا التحذير، اوعى تروح للشيطان تحاول تعرف حاجات عن الشيطان، تدخل للعالم ده تعرف عنه، لا هيحصل لك ايه؟ تبقى خرجت بره دايرة ربنا ودخلت جوه دايرة الشيطان، هيلتهمك على طول. ما في حد دخل في الدايرة دي الا وانتهى، ما في حد حب يمشي في السكة دي الا وانتهت حياته، يا محروق يا مخنوق. يعني يحصل له حاجة من اتنين، يا يتحرق يا يتخنق. ولان اللي بيدخل تحت الشيطان خلاص، انت لو واحد قرر انه يمشي في السكة دي هو خرج نفسه من رعاية ربنا بالكامل خلاص. عارف لما تطلع وانت طاير مثلا يقولك انت في الاجواء الامريكية فانت ما زلت في حماية الامريكا، لكن وانس ان انت خرجت بره الاجواء دي انت بحتة بره، لو اتضربت اي طيارة دي بره بقى خلاص. لكن لو اتضربت جوه امريكا لا، دي قصة كبيرة قوي، يبقى معناها هجوم على المجال الجوي بتاع البلد. لكن وانت بره خلاص، وانس المجال الجوي خرج يبقى حتة ايه؟ عشان كده الانسان اللي بيسيب رعاية ربنا ويقرر انه يدخل بقى لزوارق الشيطان بقى ويعرف ويعمل ايه، ده كده بيعمل ايه بقى؟ بيدمر نفسه بنفسه. طيب تعالوا نشوف بقى قصة الشيطان دي جت فين. جت قصة الشيطان جت في كتاب المقدس في اشعياء 14 وحسقيال 28. اشعياء 14، افتكروها 14 28، أشعية 14 اللي فيها الألف أشعية وفيها الواحد 14، ووراها ضربه في 2 يبقى حسقيال 28. دول الحتتين اللي كتب فيهم سقوط الشيطان. والحتة الثالثة سفر الرؤية، تعالوا نشوف سفر الرؤية كتب. وحدث حرب في السماء، حرب جامدة قوي، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وحارب التنين وملائكته. يعني في كم جروب؟ كم جروب؟ 2. اول جروب مين؟
ميخائيل، ميخائيل ده رئيس الملائكة الأول. احنا قلنا كم رئيس؟ سبعة، شفناهم في سفر الرؤيا في الأول، سبعة مصابيح لأمام عرش الله، مش كده؟ طيب ميخائيل أول واحد، هو وملائكته حربوا التنين وملائكته. قلت لكم قبل كده رتب الملائكة سبعة، بنقولهم في كل قداس، أنت الذي يقف أمامك الملائكة، دي أقل رد، بعديهم رؤساء الملائكة، دول أعلى سبعة. أنت الذي يقف أمامك الملائكة ورؤساء الملائكة، ومين؟ والرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوات، وبعد كده الشاروبيم وإيه؟ والسرافيم. الشاروبيم والسرافيم دول اللي شايلين العرش. الشيطان بقى كان أحد الشاروبيم، يعني كان مكانته عالية جدا، وكان بهاءه أقوى قوي، كان أعلى الطغمات الملائكية كلها. فهنا حصل إيه؟ لما الشيطان جاء في قلبه الغرور، لما ربنا خلقه بإمكانيات عظيمة جدا، ففكر كده وقال أنا أحط كرسية جنب عرش الله والطغمات الملائكية تعبدني معاه، يعني يعبد ربنا بجزء، وانا ايه يعني، وانا ايه يعني جزء ايه صغير، يعني اعمل حاجة صغيرة كده معاه، تعبدوني انا كمان. ملائكته وافقوا معاه على هذا هذه الثورة والاعتراض. فمجرد ما حصل كده ربنا اسقطهم وخلى ملاك ميخائيل يحارب التنين. عشان كده تلاقوا في التمجيد بتاع الملاك ميخائيل يقول له ايه؟ أسقطت إبليس من أعلى مرتبته، أسكنت وطني الويل وإلى الأرض طرحته، جعلت الجحيم مسواه وعساكره قدامه، يعني رماه من السماء بحرب ميخائيل. جبناها منين؟ من هنا، الحرب في السماء، ميخائيل حارب التنين. ليه بقى ميخائيل؟ حد قال تعبير جميل قوي من الآباء كده، يعني هو حاجة يعني فيها فن شوية بس 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 تحمل المعنى. يقول لك ان لما الشيطان جه يسقط سقط، فالملاك ميخائيل قال له مين زي ربنا؟ هو انت عايز تعمل نفسك زي ربنا؟ مين زي ربنا؟ فراح ربنا قال له ايه؟ قال له يا سلام على بقك يا ميخائيل، انا هسميك ميخائيل. ميخائيل يعني من مثل الله. فكأن ربنا قال له يعني الكلمه الحلوه، قال له انت هتبقى اسمك ده من مثل الله، عشان تبقى باستمرار تبكت الشيطان. ومن هنا جاء كره الشيطان لميخائيل وقوة ميخائيل على الشيطان. عشان كده ميخائيل في العهد القديم رئيس الملائكة، ميخائيل كان هو اللي بيحارب ضد شعب الله وهو اللي بيحمي شعب الله. وفي العهد الجديد الملاك ميخائيل هو اللي بيحمينا من الشياطين، زي ما كان بيحمي شعب الله من الأعداء في العهد القديم. عشان كده نحط صورة الملاك ميخائيل بعد الملاك جبرائيل، وبشرط العذراء نحط الملاك ميخائيل لأنه هو اللي بيحمي إيه؟ شعب الله. في الأديورة تلاقوا أعلى كنيسة فوق في الدير يحطوها على اسم الملاك ميخائيل. في بيتك وانت ساكن، كنت كل ما أروح أفتقد أقول لهم كده أعملوا صورة للملاك ميخائيل تحط فوق الباب كده، عشان يحميكم من كل ضربات الشيطان وحروب. حدث حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وحارب التنين وملائكته. إيه اللي حصل؟ النتيجة كانت إيه؟ مين اللي انتصر؟ ولم يقوا التنين، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء، يعني سقطوا لفين بقى؟ للأرض. الدليل ايه؟ الدليل قصة أيوب، لما الشيطان جر وقف وربنا سمح له انه يدخل بسماح بس من ربنا، قال له ادخل، فقال له انت جاي منين؟ ربنا قال له جاي منين؟ قال له من الجولان في الأرض والتمشي فيها، فده تدل على سقوطه إلى الأرض. السؤال بقى التاني اللي عايز أسأله، هو الشيطان سقط قبل خلقة الإنسان ولا بعد لما الإنسان اتخلق؟ قبل خلقة الإنسان. يقولوا الآباء إن الشيطان، إن النور أول يوم ربنا خلق النور، خلق مع النور الملائكة كلها، لأن الملائكة مخلوقة من النور، فيقولوا إن دي فترة قبل الإنسان. فقصة سقوط الملائكة ديت والشيطان ده كان قبل الإنسان. طيب فطرح التنين، يبقى اسمه التنين، اهو اول مرة يجيب لك اسم التنين. قال لك التنين اللي انت شايفه ده عايز يبلع المرأة، ده هو اصلا كان اتطرح في الارض قبليها، يعني طرح التنين العظيم الحية القديمة. هو مين التنين ده؟ رجعك انه الحية القديمة، فاكرين الحية اللي كانت مع ادم، عشان كده سماها القديمة، عشان يفكرك انها في سفر التكوين، الحية القديمة، المدعو، المدعو ايه؟
إبليس. سمي تنين عشان التنين قاسي قوي، وتسمى الحية لأن الحية مكارة، وتسمى إبليس لأنه بشره بيشتكي علينا. يقول لك الشيطان يعمل ثلاث حاجات: يشكي ربنا عندك، ويشكينا لبعضينا، ويشكينا لربنا. يعني بيوقع بيننا وبين ربنا وبيننا وبين بعضينا. ازاي؟ يجي لك يقول لك ايه، ازاي ربنا عمل لك كده؟ بقى ده ربنا الصالح اللي بيحبك اللي بيعمل، امال بتروح الكنيسه تعمل ايه وبترنم تقول ايه وبتاع. فيخلي صلاح الله بالنسبه لك موضع شك، فتبتدي ايه، تزعل من ربنا. طب مش انت صليت عشان فلان الفلانية او فلان الفلاني هو عيان، ليه ربنا سمح ان يموت؟ ليه ربنا ما استجابش للصلاة؟ فيخليك تشك ان ربنا الجميل دوت صورته تتهز قدام. وفي نفس الوقت يجينا بيننا وبين بعضينا، يوقعنا مع بعض. شايف فلان عملت فيك ايه؟ ده حتى ولا سلمت عليك. شايف فلان ده مؤذي ازاي؟ شايفه دي عملت لها وعملت لها وعملت لها، ده انت ياما عملت لها لايكات، ده انت ياما عملت لها شير، ولا اعتبرت شير واحده حتى. دلوقتي دي الميديا بقى يقول لك ده ولا اعتبرت شير حتى، ده ولا حطت كومنت يا شيخه، ولا حتى لايك. لا 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 لا، دي فعلا ما تستاهلش، تستاهلش. ايه العبط اللي دخلنا فيه؟ يدخلك انت وده 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 وده، يشككك في اخوك ويشكك اخوك فيك، فتقعوا مع بعضيكم. يبقى وقعك مع ربنا ووقعك مع اخوك. بعد ما يوقعك مع ربنا ويوقعك مع اخوك، يطلع لربنا يقول له ايه؟ عارفين النيابه؟ عارفين بتشوفوا في القاضي؟ القاضي بيبقى قاعد يحكم. شوفوا واحد كده دايما يروح طالع كده: يا سيادة القاضي، إن هذا المجرم المسهل أمامكم عمل كذا وكذا وكذا، لا تأخذكم الرحمة به. طب القاضي بقى يعمل إيه؟ يقعد يقول له اسكت اسكت اسكت. لا، لأنه اللي بيقوله ده لو في حاجة حقيقية القاضي ما يقدرش يتكلم، حتى لو المسجون ده ابنه، لأن القانون يسري. فالشيطان لما بيوقعنا في الخطية يمسك الخطية ويقول ربنا بقى هو ده اللي انت فديته، هو ده اللي انت وقفت معاه، شايف عمل ايه، شايف عمل ايه. شايف فاكرين روح في قصة ايوب لما وقف قدام ربنا وقال له طب انت مس جسد في وجهك يجدف، يعني ولا هيهمه اي حاجة. عشان كده هتشوفوه بعد كده في سفر الرؤيا قدام لما يتمسك الشيطان يترمي في النار، الملائكة هتقولوا ايه؟ يا سلام يا رب، أخيرا سقط الذي كان يشتكي علينا أمام إلهنا نهارا وليلا. يعني إيه؟ فالشيطان اوعى تفكر إنه حبيبك ولا حلو ولا بتاع، خالص الشيطان ده مؤذي وسكته كلها أذية. إن أبدى ليك حب وبتاع شوية، لكن لا، ده وراها سم هيحطه ويضيع خالص. طرح التنين، يبقى اسمه التنين العظيم، اسمه الحية قديمة، المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله. يعني هو اللي بقى اللي بيضل الناس. طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكة. طيب، وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء: الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وإيه وليلا. دي صورة من مشاركة الملائكة لينا، يعني بيقولوا له يا رب يعني الخلاص صار ليك لأنه طرح المشتكي على إخوتنا. مين يقول لي العبارة دي هتتقال بقوة جامد قوي إمتى؟ في الآخر خالص لما يترمي الشيطان في بحيرة النار والكبريت، ربنا يقول الملائكة هتقول له أخيرا يا رب رميت المشتكي على الله. هو احنا اخوات الملائكة؟ ايوة، ما احنا من عيلة واحدة، هما اخواتنا. ما انتوا عارفين المسيح هو راس الكنيسة. طب وجسم الكنيسة مكون من اعضاء ظاهرة انا وانت، واعضاء خفية الملائكة والقديسين واللي انتقلوا من هنا للسماء بقوا اعضاء خفية. مين بقى اللي بيشتئ الملائكة برغم انهم مش من نفس طبيعتنا، لكن بقينا اخواتهم، انا من عيلة واحدة لان المسيح هو ايه، هو الراس بتاعتها، فبقى اخواتنا. طرح المشتكي على اخواتنا الذي كان يشتكي عليهم امام الهنا نهارا
وإيه؟ وليلة. وهم غلبوه. مين اللي غلبوه بقى؟ ها؟ إخواتنا. إخواتنا دول غلبوه بدم الخروف. دم الخروف اللي هو دم مين؟ المسيح. يعني من خلال دم المسيح تغلب الشيطان. إزاي؟ تنتهره، ومن خلال دم المسيح يتغسل لك خطاياك، فكل اللي عمله الشيطان يعمل إيه؟ يتهد كله بالاعتراف والتناول. وبكلمة شهادتهم. كلمة شهادتهم اللي هي إيه؟ كلمة شهادتهم شهادتهم قدام الملوك والولاة. كلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. يعني إيه؟ ما عاشوش لحياتهم. عشان كده في اتنين في السماء، واحد ربنا يقول له انت حبيت حياتك وعشت لحياتك وعملت مملكتك، واحد تاني يقول له انت لم تحب حياتك، انت عشت لمين؟ ليا انا، ما عشتش لايه؟ لنفسك ولزغير. تقول لي طب يعني انا ما اكبرش واشتغل واتجوز واخلف؟ لا، اعمل كل ده. بس وانت بتعمل كل ده انت بتعمله للمسيح. كان زمان يقول لك انه وانا صغير كده اقول انا نفسي اخش كلية هندسة واطلع مهندس عظيم واعمل كل ده. فسيدنا أنبا موسى في مرة كان حاضر عزة وأنا صغير في الكلية، وبعدين لقيته بيقول أنت تبقى مهندس عشان تمجد ربنا، وتبقى دكتور عشان تمجد ربنا. فأنا صغير مهندس أمجد ربنا يعني أعمل إيه يعني؟ طب الدكتور ده يمجد ربنا يعني ده بيعمل عمليات وبيعي؟ لا، ما هو من خلال شفائه للعيانين بيمجد ربنا، وأنا من خلال أمانتي وإن أنا أعمل حاجات أمجد اسم ربنا عليها من خلال سيرتي. فقال لنا عبارة حلوة قوي، قال لك احلم أنت إيه؟ أن تكون عضوا في مملكة المسيح ولا تبني حياتك الخاص. يعني إيه حياتك الخاصة؟ أنا معيش عشان أكل وأشرب. يا ما ناس جات العالم كلت وشربت وخلفت وعيالها اتجوزوا في الآخر عجزوا وماتوا خلاص، ما عملوش حاجة، ما لهمش ذكر. لكن لما تيجي مع المسيح لا، هتفرق قوي. هيتقال عليك لم يحبوا حياتهم حتى الموت، لغاية لما نموت. الشهداء دول على فكرة ما حبوش حياتهم، كان ممكن يعيشوا، ده في منهم صغيرين وكان ممكن يكبروا ويتجوزوا ويبقوا حاجة عظيمة، لكن فضلوا أن يموتوا مع المسيح ولم يحبوا. حتى كده الملائكة قالت كده، هم غلبوه. يعني احنا نغلب الشيطان بثلاث حاجات، ايه؟ دم الخروف، دم المسيح، نمرة اتنين شهادتنا وإيماننا وإعلاننا لإيماننا، ثلاثة ان نعيش حياتنا للمسيح مش لنفسنا. من أجل هذا افرحي أيتها السماوات والساكنون فيها. افرحي يا السماء بقى. الله، ليه؟ ويل لساكن الأرض والبحر. ليه قال الأرض والبحر؟ مين شاطر يقول لي بسرعة ليه قال الأرض والبحر في الرؤية دي ظهرت؟ لأن هيبقى في وحش هيطلع من الأرض وحش هيطلع من البحر، فهيقول ويل للأرض والبحر. الأرض دي دايما يقول لك الأرض دي كتير بترمز لليهود، والبحر يرمز إلى العالم والأمم، لأن إبليس نزل إليكم. يبقى نط بقى بعد ما جاب لك انه انتهى خلاص، بس رجع لك على فكرة هو قبل ما ينتهي يحصل حاجة، هينزل على الارض وهيتفك، وبه غضب عظيم عالما ان له زمانا قليلا. يعني هيطلع عارف انه تفك والنهاية، وهيعمل ايه بقى؟ يحاول يعمل ايه؟ يأذي الدنيا. طيب نخش على مشهد ايه؟ اتنين، اللي هو المرأة. المرأة والتنين، المشهد نمرة اتنين. انتوا خايفين؟ لا، ده فيش خوف، ده المرأة الجاية لما تاخدوا بقى الوحشين اللي طالعين هتشوفوا ايه بقى. لا، الملائكة مش مخلوقة على صورة ربنا. على فكرة دي اعظم، يعني احنا مخلوقين على صورة الله ومثاله. صورة الله في الخلود، وصورة الله في القداسة، وصورة الله في الطهارة. الملائكة مخلوقة نور بس ملهاش جسد. احنا عندنا جسد، والجسد ده ربنا حطه فينا علشان يخلينا نعيش حياة على الارض فيها اتحاد بالاخر وفيها اتحاد ببعضنا، ونمجد اسم الله على الارض ونكون صورته قدام كل الناس. عشان كده الانسان الوحيد اللي هو صورة الله. الحيوان مش صورة الله، والملاك حتى بعظمته مش صورة الله. الملاك نور، لكن لما بيظهر الشكل الجناحين ده منظر بس لظهور، لكن الملاك عبارة عن نور.
يقول لك الصانع ملائكة أرواحا وخدامه نارا تلتهب. فهو روح. يعني اوعى تفكر الملاك ليه جناح كده. فواحد يقول لك انا عندي في الكنيسه، مره كنا بنضحك زمان، واحد يقول لك انا عندي عندنا في الكنيسه ايش ريشه من ريشه الملاك. كنا في الكنيسه على اسم الملاك ميخائيل، فقالوا احنا عندنا ريشه من ريشه الملاك. لا طبعا ملاك ملوش جناح حرفي يعني، لا ده لانه معناه انه بيطير بسرعه ينفذ اراده الله. عشان كده في بعض الصور للملاك ميخائيل تلاقوه قائد جنود. يعني الصوره اللي احنا حاطينها هنا حاطينها في الاثنين، ليه جناحين وقائد ليه جنود لابس لغايه تحت. خلوا بالكم في بعض الصور للملاك لابس ميني جيب كده، عارفين صوره تلاقوا الملاك شفتوه، ده رسم روماني مش قوي للملك. كان بابا شنودة يقول لك الملك مش هيقف قدام ربنا لابس يعني جيب كده قصير. لا، الصورة دي حطوها شهود يهوى في عصر من العصور، عشان كانوا بيقولوا على ان المسيح هو الملك ميخائيل. كانوا يقولوا بقى شهود يهوى ان المسيح مش هو ابن الله، لا ده المسيح رئيس جند الله، فهو مخلوق وهو يقود جيوش الله. عشان كده كل كلمه تيجي في الكتاب على اسم ميخائيل يقول لك ده المسيح. يعني بتساله طب وميخائيل، يقول لك لا ما فيش حاجه اسمها ميخائيل اصلا، ده ميخائيل ده هو المسيح. لا طبعا، ده ميخائيل ده ملاك مخلوق، يبقى ازاي يكون المسيح مخلوق؟ لان ده ايمان شهود يهوى عن المسيح انه قائد جيوش يهوى العظيم. فقائد جيوش يهوى يعني هو مش الله، هو قائد جيوش، زي ما نقول الفرق بين ميخائيل وبين الله لا حاجه تانية كبيره طبعا خالص، ميخائيل ده مخلوق. طيب يبقى شفنا المرأة والتنين في قصة لما كانت بتولد في الأول، تعالوا نشوف بقى في الضيقة العظيمة هتكون شكل إيه قصة مش هتخلص بقى. ولما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض، بيكمل لك الإيه؟ أنه طرح للأرض. طب هو طرح للأرض إمتى؟ ها؟ لما سقط من السم. اضطهد المرأة التي ولدت الإبن الذكر. طبعا حرفيا اضطهد العذراء، لو ندرس تاريخ العذراء نلاقيه خلى اليهود كلهم يحاولوا يؤذوها، وابتدوا يعملوا يضايقوها وهي بتروح تصلي في بستان في القبر بتاع المسيح. لكن المعنى هنا المرأة خدت معنى ثاني غير العذراء، اصبحت تمثل الكنيسة الملتحفة بالمسيح. فهنا بيقول المرأة اضطهدها التي ولدت الابن الذكر، اللي ولدت المسيح اضطهدها. اضطهدها ازاي؟ اضطهد الكنيسة ازاي؟ فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم. مين النسر العظيم؟ مش كنا برنم نقول تحت ظل جناحي؟ مين النسر العظيم؟ الله. يبقى الله ادى للكنيسة جناحين تطير بيهم من اضطهاد ايه؟ الايه؟ الشيطان. طب اضطهاد الشيطان ده هيجي في الفترة الضيقة العظيمة. فالمرأة دي اعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير الى البرية. البرية معناها ايه؟ ان تبعد عن افكار العالم، لان العالم في الوقت ده افكارها تبقى متشوشة خالص، الى موضعها، موضعها في البرية والخلوة مع الله، حيث تعال. تعال يعني ربنا هيرتب ينقذها زمانا وزمانين ونصف زمان من وجه الحية. يعني الله هو من وجه الحية ولا من وجه التنين؟ ما هو الاثنين هم هو بيكلمك برضو بكلمة تانية عشان تفهم ان هو ايه. زمان وزمانين ونصف زمان، سنة وسنتين ونص سنة، يعني ثلاث سنين ونص. يعني ثلاث سنين ونص يقول لها 1260 يوم، اقول لك ثلاث سنين ونص، اقول لك زمانا وزمانين ونصف زمان. يبقى في الفترة الاخيرة بتاعت الانتي كرايست هيكون في اضطهاد من التنين شخصيا ضد الكنيسة، بس ربنا هينقذها، هيبعت لها جناحين. هل الجناحين دول ايليا واخنوخ؟ ميبي. هل الجناحين دول الصوم والصلاة؟ ميبي. تمسك في الكنيسة. البرية دي يعني هياخدها في حتة، يعني هياخدها في مكان هي تبقى قريبة منه، زي ما خد العذراء ودها أرض مصر. هنا هياخدنا فين؟ في حتة بعيد عن العالم، نعمل إيه؟ زمانا وزمانين ونصف زمان من وجه الحي. طب الحية هتعمل إيه؟ فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر. عملت إيه؟ حبت تغرق المرأة. ما هو على فكرة هو اللي حصل انها خدت الجناحين دي لان الشيطان رمى مية، فربنا ادها جناحين عشان تقدر ايه
تطير. ما هو الميه دي فيض غرقان، عارف زي التسونامي كده يجي محدش هيشيل. الشيطان رمى ميه لتجعلها تحمل بالنهر عشان يخلي المراه دي الميه دي تعمل ايه؟ تقتلها. ايه الميه اللي رماها الشيطان؟ ميه الشيطان بيرميها. فاكرين البوق الرابع لما اتفتح بئر الهاويه وخرج دخان كتير وهنا خرج ميه كتير، ايه بقى؟ قالوا الاباء ان الميه اللي خرجت دي بقى كل الافكار الالحاديه وكل الافكار الضلاليه، كل الافكار اللي على الشذوذ، كل الحاجات دي كلها خرجت عشان يخلي الكنيسه تحمل وتغرق في دي. فهمتوا الفكره؟ تمشي تغرق في الموجه. مين كان حد قال لي عباره حلوه، كان يوم السبت اللقاء بتاع الخلوه اللي احنا كنا قاعدين، وحد قال لي عباره حلوه قوي، قال لي يا ابونا بنستمتع قوي بسفر الرؤية دلوقتي لان احنا حاسين ان الحياة حوالينا ماشية في الاتجاه ده. بالظبط بالظبط. الشيطان بيرمي اكاذيب مية، ما هي شكلها مية تتشرب، فالاكاذيب دي شكلها باللوجيك تتقبل، يعني ايه يعني كده وكده، يعني ربنا، ما هو ربنا خلق الواحد كده يعني هيعمل ايه؟ طب والزنا؟ لا لا مفيش حاجه اسمها زنا، ده الانسان بس لما بيزني معناها ان انت بس تكون متجوز وتزني وتخون مراتك، لكن لو انت مش متجوز مفيش اي مشاكل، اعمل اللي انت عايزه، ده لا يسمى زنا في 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 تعبير الكتاب المقدس. ايه ده؟ ميه مسممة. فاكرين الأسفنتين اللي كان الأفسنتين اللي كان مسمم؟ مية مسممة بتترمي عايزة الناس تحمل بيها. وللأسف دلوقتي بعض أولادنا من كتر الأفكار دي تلاقوها في الجامعة والحاجات دي، تلاقي الأستاذ ملحد جاب العيال قاعد لخبط لهم دماغهم خالص، وابتدينا نتكلم على الظروف المحيطة، وابتدي يتكلم طب فين ربنا، طب فين الشر، طب بتاع، وهم عندهم منطق يقدر يهاجم، وأولادنا مش دارسين كتير يتهزوا يتلخبطوا خالص. تيجي تلاقيه جاي لنا الكنيسه عامل ايه بقى؟ ماسك العصايه بتاعت الى الجهاد، واقف بقى هيجاهد ضدنا بقى، الكنيسه ما فيهاش حريه، الكتاب المقدس ما فيهوش حريه الانسان، لا يراعي الانسان ولا يراعي ظروف الانسان، ولا الجهاد يا رجال. وايه؟ وقالوا له بقى انت ايه؟ انت ايه حامل حمى بقى وتطلع سوارات وتعمل، تلاقيه طالع هو مش فاهم، هو اترمى في الميه وعام فيها بدل ما ايه. لكن ربنا قصده جناحي النسر، ربنا هينقذك، هينقذ، يبعت حد ينقذ الكنيسه ياخدها لفوق لتعمل بالنهر. فاعانت الارض المراه. الله، يعني ايه اعانت الارض المراه؟ هي الارض تعين المراه ازاي؟ المراه انقذت عن طريق حاجتين، الارض اتفتحت وبلعت الميه، وايه اللي فوق؟ والنسر خدها بالايه؟ بالجناحين. يعني ايه اعانت الارض المرأة وفتحت الارض فمها وابتلعت النهر الذي القاه التنين من فمه؟ يعني ايه بقى اللي اعانت الارض؟ يعني ربنا بيقول لك انا هستخدم حاجتين، العالم هخليه يساعد انه يهبط الافكار دي، وهديكوا جناحين نسر كمان عشان تعبروا بيهم. تقول لي طب اديني مثال يا ابونا مش فاهمها قوي، هقول لك مثال. عارفين في بلاد فيها شديه جامده، يعني في يعني البلاد مثلا على سبيل المثال البلاد الاسلام فيها بيحكم ويسود، محميه من فكر الالحاد، كان ربنا استخدمهم كارض يبلعوا الافكار دي، ولو ان في الحاد بس ما فيش الحاد يقدر يقوم بايه على الملأ كده يعني يقول. فاحيانا ربنا يستخدم بلد بقانونها انها توقف حاجة معينة، او يستخدم حد من الارض دي يطلع يدافع ويقول افكار علمية ويقول افكار طبية تؤيد رأي الكنيسة، فيبقى الارض فتحت فمها وبلعت ايه حاجات من النهر، وايضا اعطاها الايه الجناحين. يعني ربنا بيشتغل على الاثنين، بيديه قوه من السماء ويشغل ناس على الارض تنقذ الكنيسه من خطر الضيقات. طب ايه اللي حصل؟ التنين عمل ايه بقى؟ فغضب التنين على المراه، يعني ايه؟ مش عارف يجيبها، وذهب ليصنع حربا
مع باقي نسلها. يعني لسه هيعمل حرب. مين باقي نسل المرأة؟ الله. هي المرأة دي مش جابت ابن ذكر؟ لا، ما هو الابن الذكر ده المسيح. بعديها الكنيسة جابت ولاد كتير بقى، مش المسيح بقى أخونا الكبير وبقينا كلنا أخواته، صار أخا لنا وكلنا أصبحنا أبناء لله بمجيء المسيح وبأنه أصبح إيه؟ أخا لنا. فنسل الكنيسة ونسل المرأة هم المؤمنين اللي جايين. على فكرة بولس الرسول يقول إيه؟ أنا أتمخض بينكم، أتمخض بينكم. يعني بيقول بولس كأنه هو واحدة ست بتتألم عشان تولد. يعني إيه تولد؟ يعني تجيب ولاد للكنيسة. الكاهن اللي بيقعد مع واحد فكره مخرف جامد قوي ويقعد يرجعه كأنه بيولده مرة تانية للمسيح. الأبونا لما بيقعد مع حد أو خادم يقعد مع حد ماشي في سكة النجاسة ويرجعه ربنا كأنه بيولده من وجديد. والولادة فيها ألم وفيها. فبولس قال التعبير ده، قال أنا مربية وقال أنا أم بتولد، والكنيسة هي أم ولود تولد ولادها. عشان كده أبونا دكتور ولادة، فين؟ في المعمودية، تروح على طول. بس أنا بولد الناس بالروح، أمسك العيل أيه أموته وأقومه تاني. طبعا أمه بتبقى قاعدة جنبي فتحة بقاها كده خايفة الواد يقع مني في المية، لا عاملها كده فتحة، ما تخافيش يا ستي ما تخافيش، يا ابونا الاحسن يتزحلق منك، ما تخافيش، ده احنا بنموته ونموله. وما قلت لها بموته ونولده تاني، طبعا ده دي روحيا يعني، فبننزله ونقومه تاني. فابونا دكتور ولاده كل شويه يولد عيال جديده ويطلعهم ياخده من المعموديه، هو اول واحد يستقبله بعد الميلاد وياخده في حضنه ويديه لامه عشان ايه؟ تهتم بيه، وهو يبقى شايله في حضنه. وتلاقي الكنيسة من أول لما تولدك في المعمودية، وبعد كده قبل المعمودية تتولد حضرتك بنروح نصلي لك، وبعدين نروح لك في صلاة السبوع، وبعدين إيه نعمل لك المعمودية، وبعدين نناولك، وبعدين نكبرك ونحضرك مدارس الأحد، وبعدين نشيل همك لغاية لما تبقى شاب، وبعدين نتحملك، وبعدين نشوف لك واحدة زيك تتجوزوا انتوا الاثنين، وبعد كده نشيل همكم انتوا وعيالكم، وبعدها نجوز عيالكم، وبعدها انتوا تعيوا نصلي لكم ونناولكم، وبعد كده تموتوا نصلي عليكم، وبعد كده نعمل لكم 40 ونعمل لكم ذكرى سنوية ولازقين فينا على طول. هي دي الكنيسة، أم حنون لأولادها كلها. عشان كده تلاقوا الكنيسة تعمل ايه؟ تلاقوا كده أبونا خارج من عزة ورايح فرح، كنا نعملها كده في مصر، طلع من عزة طلع على فرح، يمكن في نفس الكنيسة قاعة فيها عزة وقاعة فيها فرح. إيه ده؟ هي الكنيسة أم ولود بتولد النهاردة واحد وتوصل واحد للمطار. تعرفين المطار ده أكتر حاجة مزعجة جدا، المطار ده أكتر حاجة تفرح وأكتر حاجة تزعل. ليه؟ تفرح قوي وانت رايح تشوف حبايبك وتقعد تعيط وانت بتسيبه. عشان كده المطار ده يوجع من وانت ماشي كأنك بتغادر سايبهم بقى حاجة بتؤلم كتير. فهنا باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح، يعني يشهدوا أن المسيح هو ابن الله وينفذوا الوصايا. كده نكون خلصنا الإصحاح الايه ال 12 فيه المرأة وايه والتنين. مين يقول لي ملخص إصحاح 12 في 3 كلمات؟ ملخص 12، مشهدين للمرأة والتنين بينهم سقوط الشطر. خلصت صح؟ مشهدين للمرأة والتنين، مشهد أول ومشهد تاني وبينهم سقوط الشيطان. المشهد الأول بيتكلم على المسيح وميلاده، والمشهد التاني بيتكلم على الفترة الأخيرة بتاعت الضيقة العظيمة، وبينهم بيشرح لك مين هو الشيطان. خلاص؟ طيب الشيطان كده هيعمل إيه؟ عرفنا النهاردة إنه خارج وعلما أن له زمانا يسيرا. هيختار مين بقى؟ هيختار 2 يديهم قوته ويشتغلوا هم في الفترة الأخيرة، لأنهم بشر فعايز يتعامل مع البشر ببشر زيهم. فهيجيب 2 اللي هو الأنتي كرايست، الوحش الطالع من البحر، والوحش الطالع من الأرض هو مين؟
هو النبي اللي مهد الطريق للأنتي كرايست عشان يجي. عشان كده سميناهم شريكي الشيطان. الله، الشيطان واثنين شركة يبقوا كام؟ ثلاثة زي الثالوث. بس هاي بالضبط زي ما انت قلت. فهو عايز يقلد المسيح في كل حاجة زي ما بيعمل المسيح هو عايز يعمل. فإن شاء الله نكمل المرة اللي بعد النهضة. كل سنة وانتم طيبين، اتفضلوا نصلي.